مرحبا بك، كيف حبيت ندير هذه الصفقه مره ثانيه في ركن المشاكس اللاعبين طه ياسين الخنيسي، محمد علي، محمد علي منصر. محمد علي، البارح كي كلمتك باش ناكد معك الرونديفو نتاع الفيديو هذا، لقيتك اون اتونت 11:30 نتاع الليل. مع شكون كنت تحكي وقتها؟ وبكل صراحه وبكل شفافيه، جمهور السي اس اس 11:30 11:30 نتاع الليل. يا سيدي وقتها لا يا ولدي، خاطين حسيتك كلمتك اون اتونت مجيرة. هذا هو صحيح. ياسين لما نكلمك خاطر كنا طونت. خاطيني يعني عليك التليفون. ياسين شكون يتكلم فيه؟ لا دالي ياس تليفون يكلم فيه. صراحة صراحة. أنا نعرف الترم ميزاز صراحة. صراحة عملت عليه شكون يكلم طونت يكلم فيك أنت يكلم فيه. وقت الشروط في القفص الذهبي فهمت علي؟ إن شاء الله بعيد. إن شاء الله بعيد. أنا تسمع فيك تو. إن شاء الله في ال 25-26 ان شاء الله. 25-26 شنو هو في عمري؟ 25-26 في عمري تو 22 30 24 اخرين ان شاء الله. ان شاء الله ياسين. هكاك عامين 30 اخرين ان شاء الله. لا طونت هذاك كل عام 30 اخرين. انا طونت. حاك ماريس. ما كلمك انا طونت ياسين. يمكن تليفونيتي برشا ما نحكيش برشا. سؤال سالوه برشا حابين سفيرسي، شنو هي حكايه اذا ضربات جزاء الموسم هذا اللي تعدي؟ سوء الحظ يظل لي عكستنا. شفت انا على البار الروج جبل برا غازي مركل الجمعه الفايته ضيع على الجمعيه، لكن سوء الحظ وقلت لنا معناها حكايه في المخ. برشا اسئله قالوا طه ياسين الخنيسي هو هداف الفريق، علاش مش هو اول واحد يمشي يشوف البيان؟ والله سؤال تسالوه الانترونور ما تسالوش لي. تعرف شو كان فيه شو الفوق ديما. محمد علي، الليله اللي حصلتك فيها ولا طون تسمى بالزر، اما عاده نلقى ديما تليفونك مسكر، علاش ديما تليفوناتك مسكر؟ المراحل لا والله لا جيست معناها الاخلاق وبرا سيرتو البريود معناها هذه حكايه الضربه معناها نحب معناها مخي ديما مرتاح هكا ومعناها ما عنديش معناها حتى مشكل. ما عنده الامور تكلموا علي نعرف. نجموش نشوفوا محمد علي منصر حارس مرمى متالق؟ نجم ايه. نحب نوصل مساج يا جريدة يا كسراوي يا قاري ورد بكم أرواح يسير. والله قبل كنت تقول ويطول لي كنت معتها كنت نشد برشا بلانتيات الولد متاع ورزادة قول وبابا كان قول معتها وخويا كبير كان قول وخويا صغير كان قول، أما كي معتها كي وصلنا منيم عملنا اللي شد قول معتها يبطل الكورة خاطر معتها قول ينجم معناتها مرة في الفيل باش يصدر جول، أما جوار معناتها ينجم عشرة فما معناتها عشرة عشرة أماكن معناتها تنجم تكور فيهم. واضح أحسن مقابلة لعبها طه ياسين الخنيسي مع نادي الهدى السياسي قعدت لك في بالك؟ والله يظهر لي مقابلة المستير معناتها ملكة فاز وزبونتو وزاد مقابلة جامبيا اللي كنا معناتها 1-1 وكيف معناتها في 4 ساعة مركينا 3 بونت. طه ياسين الخنيسي مقابلة سي اس اس والترجي في صفاقس كنت على أتم الاستعداد، ولكن على غالب جات الإصابة، هل كنت في مخك أنك بتحب تسجل الترجي في المقابلة هذيك؟ والله يظهر لي توا معناتها نلعب مع سي اس اس هذاك معناتها توا معناتها عهد الاحتراف، يظهر لي صحيح حبيت نربح معناتها فريق معناتها السابق الترجي الرياضي التونسي. كم مسائل شربي باش نلعب ان شاء الله نلعب العام الجاي وان شاء الله نلعب ان شاء الله. الحمد لله. احسن مقابله قعدت لك في البيت؟ احسن مقابله سنايه تولي في جامبيا لعبتها غادي ماركيت وقتها بونت وعطيت باس يظلي عملت معناها وقتها ماتش ممتاز جدا وماتش مسير لهناك نتاع 1-1 يظلي زاد وقتها عملت معناها ماتش ممتاز جدا. تحضر الطاوله مع الوالده في رمضان ولا الحمد لله؟ جميل تعرف كنك ياسين انت تو حاضر على كل شيء. انا ضيف لهنا هو مضيف لما يضل يضل هو الضيف انا اللي انت تحضر مع محمد علي الطاولة. لا نحضر مع امه وما هو ما يعمل شيء، هو حدا الضوء اختي ولا معناتها اختي ولا امه جاب لي طفي الضوء مش على ماكل. اكله المفضله نتاع محمد علي مقرونه. مقرونه طار صلصه صلصه كيف كيف. كيفاش عندي محمد علي وقت فراغ في رمضان؟ نفس السؤال ليك ياسين. رمضان لا يظل لي فيقك 3-4 نمشي نعمل ريديكاسيون نروح نفطر ومن بعد نمشي نعمل قهوه معناها انا وياسين وغازي ومجدي صحابي معناها. تحبوش تقولوا على القهوه شنو هي تقعدوا فيها؟ كل مره وين؟ نتنقلوا ياسين
كيف كيف يظهر لي معناتها الأربع أيام الأولى كنا في ستاج معناتها من الأوتيل ما نخرجوش وآخر نهار معناتها معناتها كيما حكى لك بالي معناتها يقول من ثلاثة لأربعة هو يمشي يعمل إديوكاسيون معناتها نمشي معاه ولا نبقى أنا معناتها في الدار وبعد نمشي أنا نترينا هو يمشي القهوة بعد نترمونا في القهوة. واضح. محمد علي موصل رسميا رئيس الجمهورية، أول قرار تاخذه شنو هو؟ أول قرار ناخذه نعدم ياسين. ياسين عندك حق مستينة. ليه أنت حب يعدمني نورمال ما نعرفه قلبه ما يعطيش. محمد علي أما خير قرارات محرزية وإلا أشعار سنة بنتومية؟ لا محرزية لا سنة بنتومية، زادتو محرزية من وقت تحكي. هذيك فيها تونيزيا وجوتان. هاي هذيك سنة بنتومية هذيك. سنة بنتومية هذيك. محرزية ما هي. محرزية الرئيس نائبة الرئيس تاع مجلس التأسيس. ما نعرفهمش أنا، ما نتبعهمش على خاطر حاجة زايدة يتسموها. ياسين. قرارات محرزيه ولا اشعار سنيه بنتوميه اما خير شعب واضح يسيم الاجابه نتاعك ما تتبعش السياسه بالفيسبوك انا نشوف المكون من واضح باش مغرم محمد علي ابار الكره والرياضه وما كانت المقرون النوم والسفر ياسين جد بلاي ستيشن يدور لي مره خرج انترفيو ربحت 8 واحد يدور لي انا ربحت 8 واحد وين ابارك والله مو صحيح والله مو صحيح هو صحيح اي طلع تو شوف هذا السؤال يقعد سؤال الموسم الاحباء السياسيين شكون ربح طرف البرو ياسين والا محمد علي محمد علي مصر شهر رمضان كيفاش سامحوني احسن هديه تنجم تقدمها لجمهور نادي الرياضي الصفاقسي محمد علي مصر سورتو جمهور السياسيس عرفك باغنيه ميام ولي ظهر لي معناتها في اللمه الرمضانيه الحلوه هذه احسن من نخمو بيه الحوار نتاعنا هو ان محمد علي يمشي يغني جمهور نادي الرياضي الصفاقسي مباشره ليك الخط الحمد لله حب الكولر معروف الحومة مع ولاد المدينة والناس المغرومة ومع الجمعية والدنيا خذاته ما فهموا ولو قالوا شنية حياته ميا موري ميا موري ميا موري ميا موري حبي وغرامي ليك جامي نار نقدر نسلم فيك والداري طول لنار بعدنا عليك لمنامة عيني نقعد نتبع فيك وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله كملوا بالشامبو فيك إن شاء الله يعطيك الصحة محمد علي يعطيكم الصحة يعطيك الصحة ياسين على اللمة الحلوة هذه إن شاء الله نعودوها في أفراح وإن شاء الله في إن شاء الله في الشفاء ليك محمد علي قالنا كان نقوله مرة أخرى للجمهور النادي الصفاقسي شيء طيبة وإن شاء الله النادي الصفاقسي ديما بالتتويجات وديما بالبطولات مرحبا بكم أخوي في الوقت شكرا